السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخوتتي، مرحبا بكم دائما في قناة عبد الله البركاني، وكذلك في قناة أحباب عبد الله البركاني. وكما كنت وعدتكم أخوتي أخوتاتي، كنت البارح مشيت من جهة الواد ديال الشراعة، جهة ديال دوار تزابين. إيوا كنت جمعت واحد الشوية ديال العشبة ديال التمرصات، وكما قلت لكم كنت وعدتكم باش نصاوب لكم واحد الأكلة بهاد العشبة. هاد الأكلة إن شاء الله هي الحرشة بالتمرصات، وإن شاء الله غادي نصاوبها لكم ونتمنى تعجبكم. كذلك هاد الأكلة هي من أكلات الزمن الجميل، وكانت الوالدة ديال الله يرحمها ويوسع عليها كانت دائما تصاوبها لنا بهاد العشبة. وحنا في الجهة ديال بني زناسن، ناس زمان يعني كانوا دائما يديروا هاد الأكلة في فصل الشتاء. كاين اللي يديروها بالدقيق ديال الزرع الشعير، وكاين اللي يديرها بالسميدة ودقيق الزرع ديال الشعير. المهم أنا غادي نصاوبها لكم بالسميدة والدقيق ديال القمح. المهم خوتي خواتاتي، هاد الحرشة غادي نصاوبها على الطريقة ديالي. غادي ندير فيها حتى الكفتة ديال الخروف إن شاء الله. ناس زمان كانوا يصاوبوا هاد الحرشة بهاد العشبة ديال التمرصات، وملي يطيبوها يعني يرفسوها ويزيدوا عليها زيت الزيتون ويقدموها مع أتاي ديال العشية. ولكن أنا كما قلت لكم غادي نديرها مختلفة شوية. غادي نستعمل فيها لحم الخروف، غادي نستعمل فيها الكفتة ديال لحم الخروف، ونتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وديروا لايك وبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي باش دائما نجيبكم الجديد، وخليكم معايا حتى لآخر فيديو. وغادي نوري لكم المقادير ديال هاد الحرشة ديال عشبة التمرصات. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم من جديد في قناة عبد الله البركاني. بالنسبة لهاد الحرشة ديال التمرصات، غادي نحتاجو المقادير. نحتاجو دقيق السميدة على حساب نص كيلو، وكذلك نحتاج الدقيق ديال القمح على حساب مقدار غرفية باش نخلطوه مع السميدة، ونحتاج نص كاس ديال الزيت، ونحتاج الملح. وبطبيعة الحال غادي نحتاجو تمرصات، راني كنت غسلتها مزيان. وغادي نحتاجو كذلك الكفتة ديال لحم الخروف، ونحتاجو واحد البصلة حمراء، ونحتاجو المعدنوس. المهم ما تمشيو فين، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال الحرشه بالتمرصات. المهم بالنسبة للتمرصات هاهي، غادي نحيدو لها غير هاد الورقة، نحيدو لها هاد الورقة، وغادي كنت غسلتها ولكن غادي نعاود نغسلها مزيان بالما، ونقطعها رقيقة كيما القصبر. وما تنساوش اللايك والبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونحيدو لها غير هاد الورقة هاكا بحال هاك. قطعها رقيقة دك دك بحال ما تقطعو الخبيز. البصلة شو هاكا رقيقة شو باش نديروها مع الكفتة ونقطعو عليها داك المعجون. غادي نديرو الدقيق السميدة في القصعة غادي نزيدو عليها الدقيق ديال القمح غادي نديرو نص كاس ديال الزيت نخلط مع زيت الزيتون غادي ندير واحد شويه ديال الملح وغادي نخلطو الخليط مزيان وغادي نرونو هاد الماء وغادي نزيدو عليه هذا التمر الصغير اللي قطعناها رقيقة وغادي نخلطو الخليط مزيان ومن بعد غادي نديرو نجمعوها بالماء المهم غادي ترون بالماء وتجمع وتكرص وندير هاد الطبق وجام هي العجنة تاع عجنت ها هو السميد باش غادي تكرص وغادي نديرو هاد الطاجينة طيب من غادي تطيب غادي نوجدو لها عاوتاني الكفتة مع البصلة والمعدنوس نديرهم تحت المقلاة على نار ناقصة نار متوسطة صافي درتها في الطوجينة طاب مزيان ها هي الحرشة التمر الصاد راها طاب حتى طاب وغادي نديروها رخيصة ان شاء الله ونقدموها مع اكل غادي نديرو البصلة الاول تشحر مزيان المهم نخليو البصلة تشحر مزيان ومن بعد عاد نزيدو عليها الكفتة ديال الخروف مع المعدنوس المهم بعد ما تشحرت البصلة مزيان غادي نزيدو عليها الكفتة نزيدو عليها المعدنوس
ونزيدو عليها لابور سكنجبير، واحد شويه ديال التحميره، شويه كمون والملح، توابل. المهم ها هي الحرشه ديالنا، راها طيب على نار متوسطه. كذلك الكفته ديال الخروف مع البصلة والفلوس والتوابل ديالها والملح، هي واجده تقريبا، هي وجدت. المهم غطى بالحرشه وغادي نديروها رفيصه ان شاء الله ونقدموها مع الاكل. المهم هي الحرشة طابت، غادي تفتت في البصلة، تفتت هكا حامية، مبقاش تدك الحامية. المهم هي فتت الحرشة حتى مرصاد، وغادي تزيد عليها زيت الزيتون. هي صافي، زادت فوق هذيك الكفته ديال الخروف اللي تقلات مع اللي تشحرت مع البصله والمعدنوس، صافي تقدم مع اتاي ان شاء الله. غادي تخلطها مزيان عاد تقدم مع اتاي. المهم خوتي خواتاتي، هيا الرفيسه وجدت، الحرشة بالتمر صاب وزيت الزيتون والكفتة ديال الخروف. وبصحتكم وراحتكم، وما تنساوش تبارطاجي في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاعجاب. وبصحتكم وراحتكم، وشكرا بزاف بزاف على الدعم والتشجيع.